ضيف حلقتنا هو غابور مغربي، معنا معكم سبعة تور برنامج بلا زواق. مرحبا بكم. سبعة تون، مرحبا بك معنا في برنامج بلا زواق. شكرا على الاستضافه. هذو اللعبه تجاوبنا بسرعه وبلا زواق. مرحبا. فين كنتي صغير كنتي لقيتي كاسيطه ديال امينيم، درتيها في المسجله ديال باباك، تمزقتي وتاسبيريتي من تمايا وتاثرتي بالراب. من جاتك المعلومه غير كيفاش عرفتي المعلومه؟ عاود لينا كيفاش طرات، فين لقيتي هذه الكاسيطه؟ الكاسيطه كنت باقي صغير جاي من المدرسه، بحال هكا جاي في الطريق تتلقى. لقيت بزاف ديال الكاسيط، شي مخصر شي. هي كان عندها واحد اللون بشكل ديفيرون، هي كانت اللون ديالها احمر وفيها واحد اللعيبه كحله. صافي شي هزيت جربتها في المسجله ديال الوالد وصافي. اول 2000 تقريبا شي 2003. شحال كان في عمرك؟ تكون ما عرفتش شي 17 ولا 16 عام. وعلاش والدك رفضوك انك تكون رابور؟ هادشي من بعد كانوا خوف، اي خايفين عليا من الريسك. سبعة تون عندها علاقة برقم 4، كانت جاتك نتيجة فيها 4 وانت عند بالك راها 7. هادشي صحاب لي ناجح، فرحت. وشنو قالت؟ قالت لك ماماك شافت قالت لك راها 4 راه ماشي 7. وكليت على العصا وفهمتي، وليت حتى تعقدني هاد اللعيبة. من تما ما كملتش. من طرف هذوك صحابي اللي قراب ليا بزاف، اللي زعما اللي قراب ليا ديك الساعة، فهمتي كنت بحال قلتي حضروا لديك داك المشكل كيفاش طرا. كنت نطلع للثامنه وصافي خرجت من راسي. كيفاش خرجتي؟ تعاود لي تفكر لي هذا النهار. وقت ما فهمتي القرايه كيسحب لك شي حاجه زايده، و تما مناك تمشي مع الدراري انا نمشي للبحر. لونتوراج خرج عليك شويه؟ البليه شويه هذه حتى تخرج. ضروري يعني ضروري. قلتي لي البليه ديالاش؟ دارو شي اللي كاين غير الكارو في الاول. دي اول حاجه تيبدا بها الانسان. كيقولوا بانك كنت قبيح. لا ماشي عمرني كنت قبيح، ولكن تبدلتي. تبدلت انا كنت ظريف، اي كان شويه المشاكل وشويه الصداع مع بنادم اللي تيجبد معاه صداع مع حكره ولا شي حاجه، ما عمرني دوزت هادشي. كيأثروا فيك المشاكل كاع لهالدرجه؟ ماشي تيأثروا فيا، ولكن كاينين واحد الناس كيتأثروا معاك بلا ما تحس. والديك، خوتك، الناس اللي عزيز عليهم نتايا، خصوصا دابا بنتك، فهمتي، مراتك، بزاف الحوايج. طحتي ديبريسيون؟ بنتك حد تحرقات؟ عاود لينا. كنمشي عليك هاد اللعيبه ما تنحملش نجبدها، ولكن ضروري خلينا نعاودها. واحد الصباح فقت. فاقت وئام كتلعب معايا بحكا، تلعب انا وياها. فاقت جات حدايا وصافي بحال قلتي باغا تبقى حدايا، بحال حسات شويه وهي تمشي تبعت ماما الكوزينه. صافي جرات هذاك الفرن، واحد الفرن ديال الزاج جراتو بحكا طالع داك الشيء تيطيح. كان سخون. انا ما سمعت الغوشه ما كنتش كنجري ما فهمتش. صافي حدي اعتقتها، درتها تحت الماء، طلقت عليها الماء، فسخت لها حويجه وداك الشيء. تيشرت السبيطار صافي، ولكن دابا ما بقى لا سيكاتريس لا والو، حتى شويه سيكاتريس هنايا اللي بقى عتقنا مكري شويه. بكيتي ديك اللحظه؟ بوحدي. بوحدك؟ بوحدي في الدار وحاشاك في الطواليط ديال السبيطار. وشنو كنتي كتقول لراسك بينك وبين راسك؟ كنقول ما نكونش انا هو السبب واقيلا، فهمتي؟ كون بقيت شاده ديك الساعه ما خلاتش تمشي للكوزين، فهمتي بقاو يطيحوا عليك بزاف بزاف اللعيبه. الله يخليها لك. امين. باقي مأثرة فيك هذه القضية ولا لا؟ لا كنحاول ننسى باش ما نحسسهاش شي مشكل. مي طحتي ديبريسيون، شنو كان طرا؟ ما كاينش كيجيك النعاس؟ تعني بالضمير؟ الأيام الأولى ما نعسش، حتى الأيام الأولى ما نعسش نهائيا. من بعد ما بقيتش كنقدر نجاوب في التليفون ولا فاش كيصون عليا التليفون شي حاجة تنتخلع. ناوي دير شي أغنية على قبل هذا الموضوع؟ عندي أغنية سميتها وئام كاينة في الألبوم. ديجا كاينه كتحكي على هاد الحرقه؟ لا ما تتحكيش على الحرقه، ولكن تتحكي على الاحساس تجاه ديالي تجاه البنيه، داكشي اللي تنحس به من جهتها، فهمتي؟ حيتي جميع الاغاني اللي فيهم تخسر الهضره، شنو النصيحه اللي تعطي لي غابوغ باغابوغ سا؟ واش ما يبقاوش يغنيو تخسر الهضره؟ أمون أفي من الاحسن. علاش؟ حتى توصل واحد الوقيته وهذيك الوقيته ما غتبدل لك العقليه بزاف، وفاش غتبدل ترجع
زعما تشوف داكشي اللي درتي ما يبقاش لك الوقت فين تصلح هذوك الاغلاط. دونك من الاحسن ما ديرهمش بحالي انا عاود رجع مسح هذوك وتقول لك ما درتهمش انا كاع احسن لاش من الاول يغابي وبلا تخسر الهضره. اي حاجه بغيتي توصلها تقدر توصلها بطريقه اخرى ماشي ضروري تخسر الهضره. شنو اللي خلاك انت ما خفتيش انا ولادك فين يكبروا يسمعوا دوك الاغاني؟ هادي شي من الحوايج اللي خلاتني انا دابا نحاول نيفيتي هاد اللعيبه ديال تخسر الهضره وهادي. وعاد الموسيقى ولا ملي تيولي يسمعوها داركم مشكله عاوتاني. عمر الام ديالك سمعت شي اغنيه؟ هادشي الاخر سامعه ولكن القديم ما كنظنش. ما تكونش سامعه؟ ما كنظنش. عشان انا مسحت شي 34 ديسك. وعلاش اغنيه لابيل؟ كانت طلعت التوندونس وحيتيها. هذيك الوقيته كانت ديبريسيت. هي هذيك الوقيته هي اللي مسحت فيها انا الديسك. كلهم فين كتكون بوحدك كتمزك الكامهدي كيعجبوك لي باغول ديالو؟ اغلبيه في الدار حيت انا متليشارجي بعض الاغاني ديالو اللي كتسمعتهم في ديك الوقيته في 2007 كنكون في الدار اغلبيه في الدار. كنتي كتعطل المخدرات تحشيش؟ مده 3 سنين. كيفاش تقطعتي؟ قطعت المره الاولى وعاود ترجعت عاود قالت لي الوالده من فهمتي السخطر زعما بعد من هادشي صافي. والمرحله الاولى تبع الطبيب الطبيب تيعاونك باش انك تقطع داك الشيء صافي كتاخذ ديكالمون. ولا بسيكولوج؟ لا بسيكولوج. بسيكولوج عطاك الدواء؟ كتاخذ الدواء ديكالمون في الاول باش كتعاون راسك من بعد تبعت الرياضه. وباش الام ديالك عرفاتك انك كتكمل حشيش؟ قلت لها ما كذبش عليها انا غير الحشيش صافي كلشي كلشي قطعتيه بمره؟ لا حيت كلشي. رسالتك لي غابور اللي كيبينوا هادشي ماشي غير كيتعاطاو كيشدوا التليفون وكيصوروا الريوسو. الرساله وهو اي واحد غيتاثر بك سواء صغير ولا كبير عرف باللي راه محسوب عليك باي حاجه دار بحالك محسوب عليك. حتى واحد المرآة ديال واحد الناس اللي تيشوفوك تيأثرين بك تقدر تلبس شي لبس يلبس بحالك. تقدر تمشي لشي بلاصه تاكل فيها يمشي فهمتي كاين خصوصا الدراري الصغار. شكون هو الغابور اللي كيمرضك بارابو هذا؟ حاليا غيكونوا واقيلا واحد ما نكذبش عليك واحد 50% اللي تتبين هذا الشيء واحد 50% اللي حيت انا كنت كنقول لهم واحد الكلمه اول نهار قلت لهم موسيقى هادفه بزاف الناس جاتهم في شكال كاين واحد الناس اللي ضحكتهم هذه الكلمه. وشنو كتبت لهم انا؟ قلت لهم هذه الكلمه هذه اللي ضحكتكم ديال الموسيقى هادفه غيجي واحد الوقت وهي اللي غتولي. وبزاف الناس دابا ولاو تيديروا نفس هذه الموسيقى هذه يعني ولات واحد 50% ديال الناس تدير موسيقى نقيه واحد 50% اللي باقا طايحه في الغلط. وعلاش دي سيد روز قال لك انا كنرابي وانت كدير حاجه اخرى؟ يمكن 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 انا في الموسيقى ديالي ما تنديرش حاجه وحده على حسب الانسبيراسيون ديالي تنريح تنبغي نجيب شي موسيقى جديده ولا شي كلمه جديده ولا شي حاجه باش تبقى الاستمراريه فهمتي حيت باش تكون عندك استمراريه ما خصكش تطيح في لا مونوطون تبدا تقلب على شي حاجه جديده في الموسيقى. اوكي الموسيقى ماشي محدوده ما كنت ولا غدا تلقاني شندير شي موسيقى اخرى من حقك تغني يعني ما تمسكيش كونترا لان باش دير واحد اغنيه سامحيني كلاش لديزي دروس؟ لا الاغنيه هي ماشي كلاش غير في الانترو اللي كان واحد بتيت ميساج واحد كتزوق عليا؟ لا كتزوق عليا. لا والله ما تنزوق عليك بالله بالعكس. ماشي كلاش. شنو نقول واحد القضيه والله العظيم اول مره سمعتهم غيدير انترفيو. مرحبا بك. باش نقول لك؟ مرحبا. شي لي زانترفيو اللي فاش اقسم بالله حتى كيديروا مع عبد العالي. تخي بيان فهمتك. وهذا اول انترفيو تيديروا سمعتهم انا تنهضر معاك نيشان. تخي بيان. هذاك سميتو هذاك الديسك كامل خرج ما فيه حتى شي حاجه تدوي عليه. الا واحد الميساج صغير في البداية ديال الديسك اللي سمعتيه هو اللي قلنا فيه واحد البارتي تمام بحكم داك الاحتكاك اللي كان في الموسيقى فقط. وما عندكش رد عليه على ديزي دروس؟ لا حاليا ما كاين والو. ما كتهضروش؟ مادام حنايا دابا في الدومين ما تعرفش قد ولا غدا شنو جاي في البولفار اللي كانت طلعت ناس ما الجمهور ما عجبهمش الحال شيروا عليها ضربوها غوتوا طلعتي انت سيغ سان ودافعتي عليها شنو كان السبب؟ السبب ان انسان تدير الموسيقى تضربك الغير على الموسيقى صافي طلعت هضرت معاهم. والسبب الثاني هو ان ذاك الجمهور كان اغلبيه الجمهور جاي كان باغي يتفرج في السبعات دونك كان خاصني نطلع ندوي معاهم. وشنو الراي ديالك على اللي دريه من البنات اللي تيديروا موسيقى
الفنية حياتها الشخصية ديك تبقى حياتها الشخصية. شنو تنصحها؟ الحاجة الوحيدة اللي غنصحها وهي من الأحسن ما تبقاش تعمر راسها بنادم فهمتي؟ وتفرق حياتها الشخصية على حياتها المهنية على الموسيقى غتمشي مزيان. غتمشي مزيان. أغنية جديدة ديال دومبيك جينيراسيون تيك توك دابخي تعاليق ديال الناس قالوا بأن كلاشا جميع لي رابور دونك نتا من بين هاد لي رابور كتظن بأنه كلاشاك البيك؟ ما كنظنش لحقاش تيهضر معايا وتنهضر معاه وصديق ديالي ما كنظنش دونك صديق صديق ديالي تن دونك ما كلاشاكش تنقدموا ليه التعازي للوالد ديالو الله يرحم الله يرحم جميع الناس هادشي اللي كاين زعما الاحترام بيني وبينه ما عمرني انايا هزاتك ستافيت ديال البوليس هزاتني صافي كعرف مين غلط مشيو معاك صافي لا كارت لا هوية تيديرو معاك التحقيقات اللازمة صافي و تيطلقوك كنتي في حالة هذا غير طبيعية هادشي علاش لا 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 يمكن كتواقف مع شي زاري يمكن كنعرف مبلين و هادي و تقدمت معاهم و مشيت ديك بقيت انا مبقيتش مقاف شدهم سي با غاف معليش قالوا لي كتوجد شي عمل فني جديد مع إيهاب أمير كاين واحد الأغنية مع إيهاب أمير تحية لي بزاف هذاك الصديق ديالي وعزيز عليا والحاجة الوحيدة اللي غادي نقول لهم هو أن الأغنية زوينة زوينة بزاف وخدمنا عليها شكون اللي كتب الأغنية؟ هو كتب الكلام ديالو وأنا كتبت الكلام ديالي ودي جي سول أي هو اللي دار البروديكسيون علاش كتهضر؟ خلاصة تدوي على واحد الموضوع الاجتماعي اللي تعيشو اي واحد فهمتي هي ما تهضرش على الحب ياك هي ما تهضرش قهرونا بالحب انا ايهاب ما تيدويش على هذه الاغنيه اللي معايا انا ما تهضرش على الحب وشنو الكولي ديالك فيه اف واحد فيه ساكسوفون اف شكون اف هو حرف تي يعني ليه جوج الاسامي سميه ديال المدام الله يخليها تحيه لها وسميه ديال الوالده جوجهم اف والساكسوفون علاش؟ الساكسوفون تعجبني الموسيقى ديالها هي تتاثر عليا ولكن ما تنعرفش نعزف عليها بغيتك تعطي كلمه للجمهور ديالك وكلمه حتى لي غابور كلمه للجمهور وهو كنوعدكم ان ان شاء الله باقي استمراريه باقي السبعتون باقي الكلمات هما الكلمات باقي الموسيقى جايه والكلمه اللي غنعطيها لروابا هو الانسان يفكر بزاف في داكشي اللي تيدير ويفكر في لافونير ويفكر في والدي ما ينساهمش قبل ما يمشيو ويندم عليهم في الاخر وما يبقاوش يخسروا الهضره ضروري هذا الشيء من الضروريات وزواق ولا بلا زواق بلا زواق اختي الى الحلقه قادمه